مفيش في غرف البنك المركزي وكمان دواوين وزارة المالية ورئاسة الوزراء دلوقتي غير أزمة الدولار ومستقبل سوق الذهب وكمان الأسعار والتضخم وكل الملفات اللي لها علاقة زي قرض صندوق النقد الدولي وجذب الاستثمارات المباشرة وكمان نقصات الديون ومباحثات جدولتها وكمان ملفات تطوير موارد العملة الصعبة وعشرات الملفات التانية في القطاعات الاقتصادية. يا ترى ايه اللي بيحصل في غرف المركزي في وسط البلد وكمان دواوين وزارة المالية في العاصمة الإدارية وايه اخطر الملفات اللي هيصدر فيها قرارات قريب جدا؟ هنعرف كل ده واكتر ولكن بعد الفاصل، فتابعوا معنا الفيديو للآخر. بانكير نبض البنوك. زي ما قلنا فيه قدام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وكاتبته 20 ملف وكل ملف فيه 100 قضية وكل قضية فيها 1000 تفصيلة والمطلوب قرارات ما تخرش المية وبميزان حساس من غير تضارب وفي نفس الوقت من غير ما تهز الأسواق ولا تأثر على الناس ولا يكون ليها تبعات على الاقتصاد خطيرة. ده غير مهمة أساسية وقومية وهي ضمان عدم خروج أي أزمة من الأزمات الكتيرة دي عن السيطرة أو استغلالها لصالح فئات معينة مهمتها تضارب وتكسب. أول ملفات على رأس الأولويات هي مصير الدولار من هنا لغاية سبتمبر اللي جاي وكمان حسم مصير قرض صندوق النقد وصرف الشريحة الثانية من عدمه وتوفير العملة الصعبة في سوق الصرف وسد الفجوة الدولارية والقضاء على السوق السوداء وتوفير العملة لشركات الاستيراد الحكومية وكمان الخاصة بالإضافة لتوفير أقساط الديون الخارجية اللي قربت تستحق على مصر. ومن بين الملفات الخطيرة على مكتب عبدالله ملف بدائل الدولار في السوق الدولية وكمان هندسة العلاقة مع العملات البديلة للدولار في العالم وإزاي تتحول التزامات مصر أو جزء منها باليوان والروبل مثلاً بعيداً عن الدولار. وفي كل اجتماع ومناقشات في غرف اجتماع قيادات المركزي مش بتخرج كتير عن تفاصيل التفاصيل في الملفات دي واللي كل تحدي فيهم لازم يتحط قدامه 10 مقترحات للحل لأن مصر دولة تقيلة جداً وما ينفعش تتساب فيها حاجة للصدفة. وفي غرف رئاسة الوزراء خلية نحل ما بتنامش مسؤولة عن الملف الاقتصادي وظيفتها تستلم كل دقيقة تقرير مفصل من عشرات الجهات زي البنك المركزي وزارة المالية ومن التخطيط والتعاون الدولي وكمان وزارة الزراعة والتموين والبترول والصناعة والهيئات المستقلة زي هيئة قناة السويس وهيئات الاستثمار. كل مؤسسة ليها علاقة بالدولار وكمان المال وتجارة مصر وكل التقارير دي بيعاد مناقشتها مرة تانية من خبراء تانيين علشان الصورة تبقى واضحة وفي كل ملف واللي هيحصل فيه بعد شهر وشهرين وحتى سنة. ومن مجلس الوزراء وعشرات الجهات التانية بتروح تقارير وقتية لغرف صناعة القرار النهائي واللي بتراجع وتدقق في كل حرف وتطلع القرارات اللازمة وبتدي كمان توجيهات جديدة وبتزيل أي عقبات علشان الملف الاقتصادي يستمر في النمو ومفيش حاجة تقعد في الظروف. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.